يعني حقيقة أنا ذكرت سابقا بأنه الإنسان عليه أن لا ينسى الله وإن كان كبيرا. نحن نحتاج هذه أيضا. كل إنسان لا ينسى الله فإن الله لا ينساه. كل إنسان يريد من الله أن يرعاه فعليه أن لا ينسى الله. لا أقول أن يصبح كالآلة يعني يطبق حرفيا، لا، ولكن لا تنسى الله حتى وإن غفلت. قد يغفل الإنسان ولكنه يعود، وهذا جيد. إذا عدت خلاص الله لا ينساك. ثم رب العالمين لما يجد أن هناك حرصا من الإنسان على العودة إليه، فإنه يهيئ له لطفا يقربه إليه. عزيزي، كتاب بيت الأحزان أنا ما قاري، يا الله يا أرحم الراحمين. غالب الشابندر عزيزي هو كاتب، ولكن يعني متقلب الآراء، يعني فيه مسحة من توجهات بعض التيارات الإخوانية، فيه أحيانا نوع من الانفتاح المخالف للشرع. حتى هو يقول أحيانا، يقول أنا ديني نص ردن، هيك كذا يعبر يعني. لا شك أن الشخص عموما غير مقبول، وإن كانت عنده بعض الكتب اللي هي الكتب قديمة، وإنه بعض الكتب عنده كذا، عنده كتب حديثة، يعني بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. أنا وجدت له حتى تحقيقات، ولكنها تحقيقات جدا بسيطة، يعني حتى ما تستحق أن تسمى تحقيقات. ما رأيك في ثائر الدراجة؟ قلت أنا سابقا أن ثائر الدراجة شاب طموح، شاب عنده حماس، ولكن الحماس بدون دراية قد يعني يوقع الإنسان في الخطأ. أدعوه يعني باعتبار هو مثل قد ابني، يعني أدعوه أنه يتحصن بالعلم، إذا تحصن بالعلم فلا خوف عليه. شبابنا الشيعي عندهم فاعلية كبيرة، ولكن هذه الفاعلية من الممكن أن تصبح وبالا على الإنسان إذا لم يتعلم، تصبح وبالا على الإنسان. أنا أعتقد أنه شخص له فاعلية من